السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو، نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز السابق. تعالوا مع بعض الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 3 أسئلة اختيار من متعدد. أول سؤال عندنا I was in Aswan، أنا كنت في أسوان a long time ago، منذ وقت طويل a long time ago، ده structure على بعضه كده يا جماعة، منذ وقت طويل. The pizza was really good، البيتزا كانت حقا جيدة although على الرغم من it was cheap، إنها كانت رخيصة. هنا في تناقض، هي كانت جيدة المفروض تكون إيه سعرها غالي، لا بيقول لك إيه في تناقض، يبقى بستخدم إيه although. It took 5 years to build، استغرق منهم، هذا استغرق منهم 5 سنين لكي يبنوه، يبقى it took 5 years to build. بنبارك لكل أحبتنا أبطالنا أبطال القناة اللي أجابوا إجابات صحيحة، وتعالوا مع بعض نكرمهم، بس هنكرمهم من خلال صفحة القناة مش من لأن بصراحة التعليقات كتير جدا جدا، فأنا هبدأ بإذن الله بأول حد قام بالتعليق، ويعني هنمشي شويه كده لحد نص التعليقات وانتوا حظكم ان شاء الله. هنبدا طبعا باول ناس قامت بالتعليق بالاجابه الصحيحه، ومعانا محمود احمد مسلم من بني سويف، هشام اشرف من بني سويف، هم كلهم اكونت واحد، عمر حنفي تقريبا صحاب او حاجه زي كده، محمد محمود شحاته برافو عليكم، عمر عصام من بني سويف، الاجابات دي كلها اجابات صحيحه. بعد كده بط، لا هنا في مشكله هنا يا روان مش بط، اي سؤال اجو الزوت وبيلد، احمد صلاح من سمسطة برافو عليك. في عندنا كرم محمود من الاسكندريه برافو يا كرم. في عندنا ساره محمد من دقهليه، جميل يا ساره. في عندنا هنا اجو زوتو بيلد، نوره تسنيم او نوره نسيم من القاهره، نوره نسيم من القاهره او نور نسيم، هي نوره مكتوبه نوره تمام. اجو زو هاجر محمد برافو يا هاجر. وهنا في عندنا عبد الرحمن من الدقهليه برافو يا عبد الرحمن. وريد او رياض، هو عايز يكتب رياض علي، الاكونت باسم رياض علي برافو يا دكتور رياض. وفي عندنا هنا الابرار محمود محافظه البحيره برافو يا ابرار. اجو والزو تو بيلد، ياسمين الروسي المطريه برافو يا ياسمين. اجو والزو تو بيلد، مين ده بقى؟ كنزي علي برافو يا كنزي، ممتازه من الجيزه. اياد حسن فاروق، اجابه سليمه يا اياد ممتاز. اجو بط، لا اجابه غلط يا سما. اجو والزو تو بيلد، عندنا عبد الرحمن احمد من المنيا برافو يا عبد الرحمن. اجو والزو تو بيلد، ياسين محمد من الفيوم. اسماء محمد عامر من المنيا برافو يا اسماء ممتازه. في عندنا هنا يارا محمد خلف مجاوبه اجابه صحيحه. وفي عندنا يوسف عمرو احمد من اسوان بيجاوب اجابه صحيحه. وهنا في عندنا هبه احمد من دمياط برافو عليك يا هبه. بعد كده في عندنا سامي مرزوق، سامي من اسيوط ممتاز يا دكتور سامي. وفي عندنا يوسف رضوان من دمياط ممتاز يا يوسف يا رضوان. وبعد كده اجو، لا دي مش عارف جايب صو بعدها في ثانيه واحده اجابه خاطئه يا نور، نور العفيفي. اجو والزو وتو اجابه خاطئه يا معاذ. اجو والزو وبيلد، رماس احمد اجابه خاطئه يا رماس. اجو الزو تو بيلد، هنا عمر عماد عيد شعبان من المنيا. في عندنا هنا حسن محمد من المنيا برضو اجابه صحيحه. مروه ابراهيم اجابتها صحيحه برافو يا مروه. في عندنا هنا اجو الزو بيلد، محمود سلامه لا اجابه خاطئه يا محمود. اجو الزو تو بيلد، عندنا ام عبده اكونت باسم ام عبده، يا ريت كان الاسم يتكتب، انا مش عارف اكيد الاكونت في حد كاتب التعليق من غير اسم. اجو الزو تو بيلد، شهد عبد المجيد من الشرقيه برافو عليكي. وهنا في عندي ابانوب رضا المنيا، القريه البياضيه برافو عليك يا ابانوب اجابه صحيحه. اسماء ابراهيم سرور الطيبه برافو عليك يا اسماء. اجو محمد شادي السؤالي من الروضه برافو عليك يا محمد. في عندنا رحمه عبد الله برافو يا رحمه. في عندنا هنا عمار ياسر محافظ الشرقيه برافو يا عمار. اجو الزو بيلد، لا ياسين اجابه خاطئه ياسين. اجو الزو تو بيلد، مالك حسن مجدي محمود الجيزه برافو عليك يا دكتور مالك، دعواتنا ليكم كلكم بالنجاح والتفوق باذن الله. اجو وصو، لا اجابه خاطئه يا ندى، ندى من الاسكندريه. في عندنا اجو الزو فاطمه الحج او الهج مش عارف ايه فاطمه ايه دي. اجو الزو تو بيلد برافو يا فاطمه. اجو الزو تو بيلد، في عندي هنا برضو اقتباسات دينيه في اكونت باسم اقتباسات دينيه برافو عليك يا ريتاج احمد من الفيوم اجابه صحيحه ريتاج. اجو الزو تو بيلد، سلمى عز الدين محمد الدقهليه جميل يا سلمى. وفي عندي هنا اميره من الفيوم ممتازه يا اميره. وهنا في عندي سلمى خليل ترابيس البحيره ممتازه يا سلمى. وفي عندي هنا ايه محمد عبد الرؤوف ممتازه يا دكتور ايه من 100 معاند. واجو الزو تو بيلد، اسراء ياسر مسعد الدقهليه ممتازين كلكم. اجو الزو تو بيلد، منة الله وائل سيد الاهل الدقهليه. وفي عندنا هنا
فجو الزو تو بيلد هنا احمد بن سوهاج، واجو الزو تو بيلد لينا احمد صلاح، لينا احمد صلاح المنيا مركز بني مزار ممتاز ممتاز يا لينا. وهنا في عندي جنى عمر ابراهيم، جنى عمرو ابراهيم اجو الزو، برافو عليك يا جنى. وهنا في اجو الزو تو بيلد مش عارف اكونت باسم مصطفى احمد اسماعيل، مصطفى احمد اسماعيل تمام من الشرقيه، مصطفى احمد اسماعيل من الشرقيه. في عندي هنا اجو الزو تو بيلد اسماعيل من الشرقيه، اسماعيل هو تقريبا هو نفسه. وفي هنا عندنا محمد بن عبد الحميد، اكونت باسم محمد بن عبد الحميد، ممتاز يا محمد. وهنا في عندنا اجابه خاطئه يا احمد من الشرقيه، انا مش عارف حبيبه مجاوبه صح، حبيبه مكاوي باسم الاكونت باسم حبيبه، هو اسمه يوسف احمد ابراهيم فتحي من الفيوم ابو كساه. اخر حاجه عندنا معلش يا شباب، اخر اسم اللي جانا ما اعرفش مين، اي وسي ودي، اجابه صحيحه يا ملك هاني فايز من المنيا. وبرضه مهند عمرو طالما ظهر اسمه، مهند عمر انور من الفيوم، اجابه صحيحه يا مهند، بالتوفيق ليكم كلكم احبتي. ومعلش عذرا لضيق الوقت، دي الاسماء اللي هي اول اسماء قامت بالتعليق بالاجابه، وقدرنا ان احنا نكرمهم يا رب عن طريق ذكر اسمائهم. دعواتي ليكم كلكم بالتوفيق والنجاح حرصا على وقتكم طبعا. وفيديو النهارده احبتي هو فيديو هام للصف الاول الاعدادي، هو عباره عن امتحان متوقع رقم 3 من القناه، وده اخر امتحان ان شاء الله في الترم الثاني. ان شاء الله نبدا معاكم الترم الاول في العام القادم باذن الله سنه ثانيه اعدادي، ده اخر امتحان ان شاء الله على الترم الثاني. اتمنى ان شاء الله الامتحان يعجبكم، هنحله مع بعض دلوقتي. هسيب لكم اسفل الفيديو جميع فيديوهات الصف الاول الاعدادي للي حابب ان هو يطلع عليها، هتلاقوها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وبفكركم احبتي ان لو دي اول زياره لكم للقناه وحابين تنضموا لينا، سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولايك وشير للفيديو، دعم لينا ودعم للقناه احبتي. وحابب ان انا اقول لكم حاجه، ما تنسوهاش تطلعوا على الميزه الجديده اللي في القناه، وهي ميزه الانتساب للقناه للي حابب ينتسب للقناه. وفي نصيحه مني ليكم، عايزين نطبق في امتحاننا ده حاجه اسمها التقييم الذاتي، وهي ان كل واحد فينا يختبر نفسه بنفسه، وتدوا لنفسكم درجات في نهايه الاختبار. نقدر نوقف الفيديو قبل ما انا اجاوب وتجاوبوا وتشوفوا، لو اجابتكم صحيحه يبقى اخدتوا الدرجه النهائيه في السؤال ده، ولو في اخطاء لا قدر الله نعرف هي ايه علشان ما نكررهاش تاني، ونشوف هتجيبوا كام درجه في نهايه الامتحان. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، ومع دعواتي لكم بالنجاح والتفوق، ونبدا امتحاننا على بركه الله بسؤال الاستماع. وخلي بالكم النهارده مفيش كويز في نهايه الامتحان ده، كل عام وانتم طيبين، النهارده مفيش كويز، لكن اللي حابب ان هو يسالني اي سؤال يسأل، يكتب في أسفل القناة السؤال اللي هو عايزه، وأنا إن شاء الله بمجرد ما هشوف السؤال أحاول أجاوب بإذن الله على الأسئلة. نقرأ مع بعض أو نستمع مع بعض إلى قطعة، وبعد ما نستمع هنحاول نجاوب على أربع الأسئلة اللي قدامنا. القطعة بتقول The Great Pyramid of Giza is 146 meters tall. It's taller than the Red Pyramid, which is 105 meters tall. But the Red Pyramid is further away from the center of Cairo, so it's less crowded. السؤال الأول هسيب لكم كده 3 ثواني تحاولوا تخلصوا الإجابة قبل ما أنا أجاوب. The Great Pyramid of Giza is 146 meters. جميل، رقم A إجابة صحيحة، tall. The Great Pyramid is taller than the Space Pyramid. أيوة، the Red Pyramid. The Red Pyramid is space meters tall. The Red Pyramid is 105 meters tall. The Red Pyramid is less. جميل، crowded إجابة صحيحة. ننتقل إلى السؤال الثاني عندنا، هو سؤال الدايلوج. أحمد is talking with سعيد about his last weekend. أحمد بيتكلم مع سعيد عن أجازة نهاية الأسبوع بتاعته. أحمد بيسأل Where did you spend your last weekend? أين قضيت؟ spend هنا معناها يقضي. أين قضيت في الماضي؟ عشان في did، خلي بالكم، أجازة نهاية الأسبوع الماضية بتاعتك. فيقول له أنا قضيتها في المكان الفلاني. فتحت بيقول له بعلامة تعجب كده fun fair، يبقى أكيد سعيد رد عليه قال له أنا قضيتها في الفن fair، يبقى I spent في الماضي it in the fun fair. ليه خدتها في الماضي؟ عشان السؤال في الماضي when where did. خلي بالكم انا هنا جبت المصدر عشان موجود ديد، لكن لما جيت اجاوب شلت ديد وحطيت الماضي عادي خالص، يبقى I spent it in the fun fair. قال له fun fair مدينة الملاهي، وسأله سؤال قال له I went with my cousins، انا ذهبت مع ابناء عمي، يبقى مع من ذهبت؟ من يعني ايه؟ who.
والفعل المساعد عندي هنا برافو عليكم did، سمعنا الشاطره بتقول did لان الجمله ماضي، يبقى هو did يو جو with، برجع went الجو، خلي بالكم هو did يو جو with. طيب بعد كده احمد بيسال سؤال بيقول له what did you do there، ماذا فعلت هناك، عملت ايه؟ احنا بنعمل ايه في الفان فير؟ اكيد بنلعب على البيج ويل، البيج ويل، يبقى I played on the big wheel، انا لعبت في العجله الدواره، I played on the big wheel. سأله سؤال كده فقال له yes I had a nice time، نعم انا قضيت وقت رائع. يبقى اكيد طالما جاوب yes هنا يبقى بيسال سؤال بهل. ازاي هسال سؤال بهل؟ اول ما تلاقي هنا yes او no تعرف ان ده سؤال بهل، همسك الجمله ده هي كده واسال عليها سؤال بهل. طب ازاي اسال سؤال بهل؟ اول حاجه في السؤال بهل بدور على الفعل المساعد عشان احطه في البدايه، ما عنديش فعل مساعد تحت اهو. طب هات دي يا مستر ما تنفعش فعل مساعد؟ لا، لان مش جاي بعدها التصريف الثالث من الفعل، لازم يجي بعدها التصريف الثالث من الفعل، خلي بالك. لكن هاد هنا ما تعتبرش فعل مساعد، تعتبر فعل اساسي وفي الماضي. تمام، يبقى هنحط ديد هنا طالما الجمله ماضي، يبقى ايه؟ هنحط ديد في بدايه الجمله عشان نسال سؤال بهل، والفاعل يو، يبقى ديد يو وهاف، رجعت هاد لمصدرها. A nice time. شفنا جبنا السؤال ازاي؟ مهم جدا انك تعرف ازاي تكون سؤال. ديد علشان الجمله ماضي تحت، يبقى انا جبت ديد وبعدين يو اللي هو الفاعل تاني مكون، وبعدين هاف اللي هو ايه؟ كانت هاد تحت وحولتها لهاف، وبعدين A nice time، هل قضيت وقت رائع؟ Can I come with you next time؟ هل يمكن ان اتي معاك المره القادمه؟ فسؤال بكان اي هتقول له yes you can او yes sure او yes of course، حاجه من الثلاثه نحفظهم. طيب تعالوا نقرا القطعه مع بعض ونحاول نجاوب على الاسئله اللي عليها. القطعه بتقول Last weekend I watched a TV program about Robinson Crusoe. عطلة نهاية الأسبوع اللي فاتت أنا شاهدت برنامج تلفازي عن جزيرة روبنسون كروسو. The author اللي هو الكاتب بتاع القصة of Robinson Crusoe، القصة بتاعت روبنسون كروسو، اسمه دانيال ديفو. Wrote about this island، كتب عن هذه الجزيرة. Because لأن A real sailor، كتب عنها ليه؟ لأن كان في بحار حقيقي real sailor called Alexander Selkirk، كان اسمه كده Alexander Selkirk. عمل ايه بقى؟ spent، قضى، هني هيسألني اكيد يقول لي spent دي معناها ايه؟ four years، قضى اربع سنوات alone there، هناك قعدهم بمفرده هناك. ده الايه؟ ده الشخص الحقيقي، وراح جه صاحبنا اللي هو دانيال ديفو ألف قصة عليه شبيهة بيها. يعني ديفو اللي هو الكاتب بتاع القصة wrote Robinson Crusoe after hearing about this man، كتب القصة بتاعت روبنسون كروسو بعد ما سمع عن هذا الرجل اللي هو Alexander Selkirk. However ومع ذلك Crusoe's adventures، مغامرات كروسو were different to Mr. Selkirk's، كانت مختلفة عن المغامرات بتاعت صاحبنا الأصلي اللي هو اللي قام بالرحلة دي الأصلية اللي هو Selkirk، Alexander Selkirk. كروسو spent a lot longer، كروسو قضى وقت أطول on the island، قعد هناك 28 years 28 سنة، and the weather was a lot hotter، والطقس كان أكثر حرارة than on the real island، أكثر من الجزيرة الحقيقية. Today about 800 people live on Robinson Crusoe's island، اليوم حوالي 800 شخص بيعيشوا في جزيرة روبنسون كروسو. Life is easier now، الحياة أسهل الآن. Although people still have to look after themselves، وعلى الرغم من أن الناس لازال ينبغي عليهم أن يعتنوا بأنفسهم. The nearest island، أقرب جزيرة تشيلي، هي تشيلي، is تبعد كام؟ 24 hours، 24 ساعة away by boat، تبعد عنها مسافة 24 ساعة بالقارب. Soon، قريبا، they are going to build، أو في يعني في القريب العاجل سوف يبنوا build a new school، مدرسة جديدة، and a hospital، ومستشفى on the island، على الجزيرة. Those، أولئك، are things that Crusoe didn't have، أولئك تكون أشياء ما كانش كروسو يمتلكها. اللي هي بقى أولئك دي بقى؟ هيسألني عليها في نهاية الإيه؟ في الأسئلة بتاعت الاختياري تقريبا. لا هنا هو آخر سؤال هنا في الأسئلة المباشرة. Who was Alexander Selkirk؟ ده أول سؤال، يلا نفكر كده في الإجابة. أيوة
real sailor هو بحار حقيقي who spent 4 years alone on the island. تمام؟ يبقى he was a real sailor كان بحار حقيقي ماله who spent اللي قضى 4 years 4 سنوات alone بمفرده on the island. Who wrote about the island؟ مين كتب عن الايلاند دي؟ ايوه دانيال ديفو ده الكاتب اللي هو كتب عن الايه؟ عنها. What the underlined words those refer to؟ كلمة those بتشير إلى إيه؟ تعالوا نرجع كده لورا. Soon they are going to build a new school and a hospital ومستشفى on the island. Those تلك الأشياء اللي هي اتبنت are things تكون أشياء كروسو ما كانتش عنده. يبقى تشير إلى إيه؟ refers to a new school and a hospital. سؤال الاختيار من متعدد the nearest land تشيلي اللي هي أقرب أرض اللي هي تشيلي is 24 space away by boat. تمام سؤال سهل ده hours 24 ساعة على مبعوث على تبعد 24 ساعة بالقارب. They are going to space a school and a hospital on the island. أيوه build هم هيبنوا مدرسة ومستشفى. The underlined words spent when spent مالها؟ means ايوه برافو عليكم stayed spend معناها يقضي وspent قضى stayed. A bowling space طبعا السؤال الاختيار متعدد يا ريت تدوني درجته يا شباب وتعرفوني درجته لوحده كده ال 10 اسئله جبتوا كام درجه صحيحه في ال 10 اسئله. A bowling space is a place where you can go bowling. ايوه alley اللي هي رقم سي. A bowling alley يعني صاله الايه العاب البولينج. We need more water. The bottle is أيوة رقم B empty الزجاجة تكون فارغة نحن نحتاج المزيد من المياه الإزازة إيه فاضية empty. I think English is space than math. أيوة number A easier than أسهل من. There are 8 space that go around the sun. أوعى تتلخبطوا يا شباب. ايوه رقم A برضو اللي هي planets ناخد بالنا يا جماعه سبيلنج بتاعها planets B L A N E T S. خلي بالك planes طائرات plates اطباق plates يعني اطباق plants نباتات ناخد بالنا يا جماعه وفي plans كمان اللي هي خطط. If I space my money I often feel upset. خلي بالك ده قاعده F الايه الصفريه F زائد مضارع الناحيه الثانيه هيكون ايه جواب الشرط اهو feel مضارع. If I ايوه لوز ما بحطلهاش اس المضارع احنا عارفين المضارع البسيط اما مصدر او مصدر زائد اس طبعا اي ما بتاخدش اي اس يبقى اف اي لوز لو انا هضيع فلوسي هكون محبط ابسيت. People in Europe الناس في اوروبا like to space dangerous sports. يلا نفكر يا شباب ايوه تراي بيحاولوا يجربوا الالعاب الخطيره. We space things by using the meter or the kilometer. لا مش وي الأخيرة لا هنا measure يعني نقيس. وي measure نقيس الأشياء كل اللي جاوب measure ممتاز الأشياء باستخدام المتر والكيلومتر. وي هيد in a cave. What does it mean head يا شباب؟ جميل اختبأنا الماضي من هايد يختبأ يقول احنا اختبأنا في كهف to protect ourselves space wild animals. ايوه from نحمي أنفسنا من protect ourselves from. My cat runs away fast. Space it's in danger. عندما تكون في خطر يبقى when. السؤال ده سهل. My cat قطتي بتجري عندما هنا when جاية مكان if يا جماعة. Building space bridges costs a lot of money. أيوة تمام رقم A suspension bridges اللي هي الكباري المعلقة. طيب سؤال الكوريكت عايز برضو ياريت درجته لوحدها الأربع درجات دول نشوف هتجيبوا كام منهم. وقفوا الفيديو وتحاولوا تجاوبوا قبل ما انا اجاوب. Cheese is bad for you than fruit. في مقارنة ايوه هنا تمام يبقى ايه؟ worse ممتازين كل اللي جاوب worse ممتاز يبقى worse for you than طالما شفت than يبقى في مقارنة. المقارنة من bad هي worse يعني بمعنى اسوأ. Did you had a good weekend؟ جميل سامع ناس بتقول have ممتازين have المصدر ليه؟ علشان في did. There isn't any box on that shelf. جميل في ناس بتقول aren't ممتازين عشان بوكس هنا ايه جمع يبقى aren't تمام وجبناها نفي طبعا عشان في any ما تنسوش any موجوده يبقى لازم انا اجيبها في النفي. Student must follow school rules. ايوه follow صح
لان احنا شلنا الاي ان جي ورجعناها لمصدرها علشان ماست موجوده برجع الفعل لمصدره. دي نقطه مهمه جدا، ماست وفي عندنا شود برضو كنا خدناها بيجي بعدها الفعل في المصدر، ناخد بالنا منها يا جماعه. السؤال الاخير عندنا هو سؤال الباراجراف. الباراجراف عايزني اكتب 80 كلمه عن موضوع مهم جدا وهو سي انيمالز، الحيوانات البحريه. طبعا هنبص كده على الباراجراف المقترح اللي انا مقترحه عليكم، هو ده بسيب فراغ صغير في اول سطر، تمام؟ دي نصيحتي ليكم، بسيب فراغ صغير في اول سطر، وفي جملتين افتتاحيتين ينفعوا يتحطوا لاي باراجراف. تعالوا نقراهم كده. اول جمله افتتاحيه، first of all، اولا I think this topic is very important، انا اعتقد ان هذا الموضوع مهم جدا، دي الجمله الافتتاحيه الاولى. الجمله الثانيه، in this paragraph، في هذا الباراجراف I am going to write about، انا ساكتب عن. بعد كلمه about هنا اشو ابص على العنوان عندي، هكتب عن ايه؟ sea animals. برافو عليكم، يبقى هكتب عن sea animals، تمام. there are يوجد a lot of animals that live in the sea، يوجد العديد من الحيوانات التي تعيش في البحر. some sea animals are dangerous، بعض الحيوانات البحريه تكون خطيره، like sharks. The shark is one of the most dangerous sea animals in the ocean. القرش هو واحد من أخطر الحيوانات البحرية في المحيط. Ocean يعني محيط. A shark uses more than 20,000 teeth in its life. القرش بيستخدم أكثر من 20,000 سنة في حياته. A stingray، السمكة اسمها stingray، is a big، هي سمكة كبيرة، flat، مسطحة. When it knows a shark is coming، عندما تعرف، when it knows، خلي بالك it ليه، وخدنا لها اسم المضارع هنا، دي مهمة جدا الجرامر لازم نحافظ عليه، عشان في it في الفاعل. عندما تعرف ان في shark is coming جاي عليها، it jumps out of the water، بتقفز خارج المياه. A sea turtle، اللي هي السلحفاة البحرية، has a hard shell، لها صدفة صلبة، to protect it، لكي تحميها. Some sea animals are poisonous، بعض الحيوانات البحرية تكون سامة، and sting، وتلدغ، when you touch it، عندما تلمسها، like jellyfish، مثل jellyfish اللي هو قنديل البحر. Dolphins، الدرافيل، are very friendly sea animals، هي حيوانات بحرية ودودة جدا، and they live in families، وهي بتعيش في عائلات. To conclude، إجمالا، sea animals، الحيوانات البحرية، are different in size، تكون مختلفة في الحجم، and different in behavior too، ومختلفة في السلوك أيضا. behavior أنا عارف إن ما عدتش علينا قبل كده كلمة behavior، في السلوك أيضا. أتمنى إن شاء الله إن أنتوا تكونوا استفدتوا معانا يا شباب. ما تنسوش لايك للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة، ولو في عندكم أي أسئلة سيبوها لي في التعليقات بإذن الله، بمجرد ما هشوفها هجاوب لكم على الأسئلة بإذن الله، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق. واعذرونا النهاردة ما فيش كويز، نظرا لأن ده آخر فيديو للصف الأول الإعدادي، وتقبلوا دعواتي لكم بالنجاح والتفوق أحبتي، وحتى أراكم بإذن الله في الفيديو القادم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.